ناحية سبيد ميديكال، وماذا نرى سبيد ميديكال بعد كل هذا الهبوط؟ احنا كنا لينا تحديث عن سبيد ميديكال، وقلنا ان احنا بنستهدف الشراء معك بعد كسر المناطق دي، وقلنا انا بالنسبة لي ان انا عملت تصحيح مش مكتمل، وهنشرح ليه احنا قلنا الكلام ده. احنا بالنسبة لنا انا عندي حاليا تصحيح مكتمل على شكل ايه؟ على شكل A B C B C. طيب انا بقى عايز قبل ما نخلص وقبل نشتغل في الفيديو ده، انا عايز نركز مع بعض في نقطة، وكمان عشان الناس اللي علقت على تخوفي من اموك. طيب خلينا كده مع بعض. انا هنا عملت صعود خماسي، وكان عندي بنية تصحيح مكتملة للعلم، وصعدت وقلت خلاص صححت وكسرت القمة، وقلت خلاص انا المفروض بقى ان انا هحول على ترند صاعد، اي تراجع هشتريه، وفعلا اشتريت ومع التصحيح بوم. عشان كده انا في اموك كنت قاعد وعمال اقول انا عايز كسر مستويات ال 161 فيبو من المستويات دي، كنت قاعد مستني، وقلت حتى اللي لاحظ معايا في الفيديو قلت انا عايز قمة قاع، انا عايز كسر مستويات ال 160 فيبو، واي تراجع هشتري. ليه؟ لان كان ممكن اموك عمل معايا راح لمستويات ال 100 فيبو او 78 فيبو زي هنا، وعمل لي بير. عشان كده ده اللي كنت متخوف منه، وحصل قدام مننا نموذج اهو، اللي انا بيقوم عامل لي نموذج تصحيح بسيط ويطلع يشدني لحد فوق، ويقوم خليني اشتري باعلى سعر، ويقوم نازل بيا ومنخفض القوة. تمام، دي بس شرح بسيط. يبقى انا بالنسبه لي عملت ايه؟ عملت بي على شكل خماسي تصحيح اي بي سي لتكمله الاتجاه الهابط، وعملت اخر موجه هبوط، وبالنسبه لي ده تصحيح مكتمل، لان برضو لو رحت خدت فيبوناتشي وقلت هاخد القمه اللي تشكلت هنا والقاع اللي تشكل هنا واخر ضلع في التصحيح، الاقي نفسي احترمت مستويات ال 100 فيبو، والتصحيح ممكن يمتد لحد مستويات من 100 ل 127 فيبو، لكن رحنا عند مستويات 36 قرش، وانا اعتقد ان ده تصحيح مكتمل وبنيته واضحه تمام. طيب كمان لو انا جيت ابص على التصحيح بشكل عام، وقلت ان انا دي موجه مكتمله عندي، انا عايز اخد فيبوناتشي ريتريسمنت عليها واشوف انا التصحيح بتاعي وصل لحد فين، هاخد برضو القمه اللي هنا وهنزل اشوف التصحيح بتاعي ممتد لحد فين، هلاقي بمنتهى البساطة انا، لا لحظة، احنا خدنا الفيبوناتشي بشكل تاني، هلاقي ان انا تقريبا محترم مناطق ال 161 فيبو، وده برضو هنلاحظه. طيب هلاقي احنا قلنا ان الموجة دايما الاولى ممكن تمتد لحد مستويات 78 فيبو، هنا احترم لي مستويات ال 50 فيبو ومستويات ال 61 فيبو، وكمان هو عامل لي تصحيح على شكل زجزاج، فتقريبا يعني هو بيبقى دايما بيتداول بشكل عرضي يعني. طيب حاليا انا شايف ان الانعكاس بتاعي وصل لمنين؟ وصل من المستويات دي، فانا حاليا مفروض احلل الصعود اللي تم من المستويات دي واشوف بنيته. طبعا لو احنا تداولنا بالشكل ده مش هنفهم حاجة، هنقول على فريم 5 دقايق عشان نشوف الحركة بتاعتي شكلها ايه مع بعض. طيب لو انا لاحظت هلاقي ان انا لسه عندي الموجة السعرية دي ما اكتملتش، ولو جيت ابص هلاقي ان انا عملت بيك 1 بيك 2 بيك 1، عملت 2، عملت 3، عملت 4، عملت 5، بصحح لعمل قمة جديدة، وبعد كده صحح الموجة دي، وبعد كده اتحول على ترند صاعد. الموضوع مش محتاج يعني، موضوع بسيط قوي هو قدام مننا. انا عملت دورة سعرية، عملت 1 2 3، تراجعت ب4، عملت قمة 5، وبصحح الموجة التالتة اللي بعد كده هنطلق منها، وهعمل آخر موجة صعود، وبعد كده استهدف الشراء مرة تانية. طيب يعني ما زلنا احنا في مناطق جيدة حاليا؟ اه. هل المناطق دي جيدة للمستقبل؟ اه. كمان لو جيت اروح واشوف منطقة الطلب بتاعتي، بمنتهى البساطة اي اقتراب للمناطق دي، واحنا مع بعض كده، اي اقتراب للمناطق دي مستقبليا هو فرصة للشراء. يعني طول ما انا قريب لمستويات ما بين تاني، احيانا بيحصل حاجات كده سخيفة، اي اقتراب للمناطق دي، عرفتوا ليه بقى انا ما بحبش اللابتوب؟
بيبقى عقيم أحيانا. طيب أي اقتراب في المستقبل للمناطق دي اللي احنا قلنا من مناطق ال 40 قرش لحد مستويات ال 39 قرش هو هيكون فرصة للشراء، وما زلنا بنستهدف قمة جديد. طيب لو أنا حبيت أعرف القمة بتاعتي هتكون فين، أولا أنا عندي المنطقة دي ممكن أطلع أية اختبارها اللي هي المنطقة اللي انهارت منها الأسعار في آخر مرحلة، هي المناطق دي تقريبا أنا هطلع أية اختبار المناطق دي. طيب مش مقتنع بالكلام ده، تعالى ناخد مع بعض القمة والقاع بتاعت الفيبوناتشي ونستهدف مستويات ما بين ال 78 لحد مستويات ال 61 فيبو. انا عملت القاع بتاعي هنا وعملت القمة بتاعتي هنا، وانا هفترض ان ده القاع اللي تشكل، واعتقد ان في انعكاس في المناطق دي تصحيح شبه مكتمل. هلاقي نفسي رايح عند فين؟ عند مستويات ال 45 قرش تقريبا. طيب هل دي صفقة ممكن اخشها؟ انت حر، انا شايف ان في صعود هيحصل وبعد كده يحصل تصحيح لكل الدورة السعرية. بنية التصحيح القادمة هنركز معاها بشكل واضح وبشكل مهم، لان ده انعكاس خماسي يا جماعة. يعني ايه انعكاس خماسي؟ يعني طالما شفت صعود خماسي، وخلينا نشرحها مع بعض تاني، طالما شفت تصحيح خماسي 1 2 3 4 5 ده خلاص كده دورة سعرية. هبحث عن تصحيح ليه، يعني انا شفت دورة خماسية هبحث عن تصحيح ليه على شكل A B C، وبعد كده ابحث مش عارف الحكاية النهاردة، هبحث عن تصحيح على شكل A B C لتكملة اتجاه الصاعد واخد دورة اعنف منها قد تصل الى مستويات المفروض تتخطى مستويات 161 فيبو لحد مستويات 200 فيبو. يعني انا شايف ان انا عملت دورة سعرية مكتملة، هبحث عن تصحيح للشراء. لكن لو انا جيت عملت دورة خماسية ولقيت الهبوط بتاعي نازل على شكل 1 2 بير 3 4 5، ده انعكاس في السعر، وده بمنتهى البساطة طريقة أسواق المال اللي بتتعامل بالشكل ده. أنا حاليا شايف إيه؟ شفت أنا عملت بيج 1 بيج 2 بيج 3 بيج 4 بيج 5، هصحح أكمل. فأنا شايف إن ما زلنا المناطق دي أي اقتراب منها مستقبلين هيكون مناطق ممتازة جدا 40 قرش، وشايف ان المناطق اللي احنا فيها مناطق 41 قرش 42 قرش مناطق ممتازة مش سيئة كاستثمار كمان على المدى الطويل. ولو جينا ناخد مستهدفاتنا نروح على فريم الاربع ساعات عشان نلم الشرط شوية، هنلاقي ان سبيد ميديكال احنا بنتوقع اصلا سبيد ميديكال هيكسر الجنيه. ليه بقول الكلام ده؟ بعرضه للمرة المليون، هناخد قم وهناخد قاع وهنروح للمستويات اللي احنا اعتقد ان احنا خلصنا فيها هنا. تمام، عايز مستويات يا عم، عايز مستويات 161 فيبو. 160 فيبو هتوديني فين؟ كمان مستويات 261 فيبو كمان. اول مستوى بينا انت فاكرين زمان كنا قلنا احنا بنستهدف المستويات دي اللي هي عند مستويات الجنيه، دي المستويات دي، واعتقد ان احنا كمان هنروح لمستويات 261 فيبو اللي هتكون عند جنيه و20 قرش. فشايف على المدى الطويل ده مستوى جيد جدا لو انت بتشتري من المستويات دي تستهدف في الجنيه، فاعتقد المستويات جيدة. شريطة بس ان احنا نتحول لترند صاعد ونطلع نعمل اول موجة بتاعتنا اللي هتروح عند مستويات ما بين ال 61 فيبو لحد 78 فيبو، اي تصحيح مكتمل هنرجع نشتري تاني. وما زلت ارى ان سبيد ميديكال في مناطق ممتازة جدا جدا للشراء والاستثمار على المدى الطويل، وبالتوفيق.